السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سر شاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا خير صحة وعافية ان شاء الله. في الفيديو ده هقول لك ازاي تغسل الساعة الجي شوك بتاعتك الأصلية. طبعا الأصلية، بصوا انا لما باجي اغسل الساعة جي شوك انا ما بعتمدش، لان الساعة دي اساسا بتاعت طينة وبتاعت رملة وفي كل حاجة اساسا انا كده كان يعني ما بحترمهاش من الاخر. فكل اللي هنعمل كده اهي مية، نجيب الليفة لو عندك ليفة بقى اهي، واهي اهي 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 اللي انا بخلي الساعة، بصوا ولسه شغالة اهي، يعني اهي شغالة اهي، بس انا بحب ان انا انضفهم كل شوية عشان ما يخش لهمش تراب. وحتى لو دخلهم تراب الساعة دي أساسا من الساعات اللي هي بتاعت شغل، يعني دي ينفع تتعمل في ال... اه كده خلصتها اهي ونضفتها وغسلت الحاجة كلها. الساعة دي أساسا يا جماعة، الساعات الجي شوك عموما دي ساعات بتبقى ساعات تنفع للطينة والتراب وكل حاجة. ده أسلوبي في الساعات الجي شوك بالذات، أنا ما بحترمهاش بصراحة. فالساعة دي أنا عموما يعني أي ساعة جي شوك، فانا بس حبيت ان انا اوريكم انا بتعامل ازاي مع ساعه جي شوك عشان تبقوا شايفين الساعه دي ما تخافوش عليها، تراب رمله طينه غبار اي حاجه الساعه دي قويه جدا وبتستحمل معاكم. بس لو عندك اي حاجه اعمل لي لايك وتشترك معايا في القناه واكتب لي كومنت في تحت الفيديو. شكرا جدا ليكم، وكان معاكم محمد تحسين من قناه سر شاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.